في الجملة أبو حنيفة والأئمة الأربعة هم على الخط السلفي إلا لا بد يعني كل واحد له جنبه، لكن الأتباع فهم في واد والأئمة أنفسهم في واد. يعني نحن الآن طلاب علم كما تعلمون مما يعاب علينا أنه ليس لنا شيوخ، هذه حقيقة واقعة، لكننا مع ذلك نحن أحسن من غيرنا لأننا عرفنا أنه لا شيوخ لنا وبالتالي لا علم عندنا، فنحاول أن نستدرك هذا النقص بجهدنا الخاص.